أطاحت بنظام استمر 3 عقود لتثير بعدها أسئلة صعبة حول الهوية والاتجاه. الهوية الضيقة كما اختارها الانقلاب لم تراعي الواقع السوداني. إخوة وأخوات، نؤكد مجدداً وقفتنا مع صناع الثورة. تتبدل الأدوار وتتغير وجوه الحكام، ويستمر الانقسام بين مدني وإسلامي وعسكري. في رأي أغلبية الشعب السوداني كانت تعتبر هذه القوانين التي سماها المرحوم جعفر النميري تطبيق للشريعة الإسلامية خاطئة. سؤال الهوية والحكم في وجه السودان الآخر، الليلة 9 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.